أكدت السلطات الصحية في قطاع غزة أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر خلال الساعات 24 الماضية، أسفرت عن استشهاد 43 فلسطينيا و64 مصابا آخرين. وأعلنت السلطات الصحية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34,305 شهداء و77,293 مصابة منذ 7 أكتوبر الماضي، فيما لا يزال العديد من الضحايا تحت ركام المنازل المهدمة وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليه.